في نساء يعني ما عندهاش محرم، ما عندهاش لا أب ولا عندها أخوه عشان يطلع معها كمحرم يسافر معاها وكذا، وهي تقعد مضطرة يعني حسب ظروفها، تبي تعالج، تبي تطلع تقرا، فمش يعني تقدر تدور في راجل يطلع معاها محرم سواء أخ ولا أب، وهي ما عندهاش مدرنش ردة فعل قوية. يعني ما أنا لدرجة إني ما حسيتش بيها، ما حسيتش إنها دارن حاجة، إنه لا كيف يعني شنو فيها نحن الصبايا نسافر، وليش يقيدوا فينا، ليش يشككوا في أخلاقياتنا، يعني كيفنا كيفهم، مساواة، نحن توا في بلاد تطور هيك. يطلع يحكي يعني تحسين خايفات ولا وخلاص داروا قرار عادي. شنو يعني ما نبيش نكبر الموضوع، لا انا ما دخلنيش، لا يعني ممكن تلقي بيانات مكتوبة او حاجة تبكي، لكن انهم يطلعوا وكيف ما حسيتش بها من كثر ما هو مش قوي لدرجة اني ما حسيتش.